السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل غرزة الباف بشكل دائري، شكلها جميل جدا وسهلة وبسيطة. الشكل اللي احنا هنعمله النهاردة وينفع لبداية طاقية، يعني ممكن تشتغلي بالتزايد اللي احنا هنوضحه في الفيديو، وبعد كده تشتغلي غرزة في كل غرزة علشان توصلي للطول المناسب للطاية. وممكن كمان نشتغلها كقاعدة لجراب زجاجة او جراب ببرونة، وممكن كمان نعملها شنطة تبقى قاعدة دائرية لشنطة وبنرتفع بالجوانب الخاصة بالشنطة زي ما احنا شايفين كده. الدايرة بتاعتنا بتبتدي بتمن غرز باف، بعد كده السطر الثاني عندي 16 غرزة باف، يعني في تزايد. السطر اللي بعد كده التزايد في الغرزة رقم 2 زي ما احنا شايفين كده، الغرزة الثانية هي اللي بيبقى فيها التزايد. بعد كده التزايد بيبقى في الغرزة رقم 3، ادي الغرزة الاولى الثانية، التزايد في الغرزة رقم 3 او في الفراغ رقم 3. الخطوات سهلة وبسيطة زي شغل الدايرة بالعواميد بالظبط. الأدوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت خيط إليزا بيركم كلاسيك معاه إبرة رقم 4. وتعالوا مع بعض نطبق الخطوات. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنعمل الحلقة السحرية. هجيب الخيط بالشكل ده ولف الخيط على ايديا بالطريقة دي، واجيب الابرة واسحب الخيط بالشكل ده. وارتفع 1 2 3 ثلاث سلاسل واشتغل غرزة بف. لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله بالشكل ده واخد سلسلة. البف التانية لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله بالشكل ده واخد سلسلة. كمان مرة لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. وكرر، يبقى عندي في نهاية السطر 8 غرز باف. هنشتغل اخر غرزة باف مع بعض. هاخد لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. واقفل في اول غرزة باف في السطر بمنزلقة، وشد الخيط بالطريقة دي. انا كده عندي 8 غرز باف، 1 2 3 4 5 6 7 8. هاجي هنا في الفراغ اللي بين الباف الاولى والتانية وادخل واخد منزلقة وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة باف. لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. وفي نفس المكان هشتغل غرزة باف، لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. وفي كل فراغ هشتغل 2 باف. انا كده في اول فراغ اشتغلت 2 باف في نفس المكان. انا كده في اول سطر كان عندي 8 غرز باف. السطر الثاني لما اشتغلنا في كل فراغ 2 باف اصبح عندنا 16 غرزة باف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بعد ما اشتغلت السلسلة هاجي هنا في فوق اول غرزة باف واخد منزلقة
وعندي ما بين البف دي والبف دي الاولى والتانية، هدخل ما بينهم واخد منزلقه وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزه بف، لفه التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. احنا كده عملنا تزايد في السطر الثاني، غرزتين في كل فراغ. السطر الثالث هنعمل غرزة بف واحدة في اول فراغ، الفراغ اللي بعده هنشتغل 2 بف. يبقى كده الفراغ الاول غرزة بف واحدة، الفراغ الثاني 2 بف، لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. نفس المكان، لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. يبقى الفراغات الفردية هنشتغل غرزة بف واحدة، والفراغات الزوجية اللي هي زي 2 4 6 8 هنشتغل 2 غرزة بف في نفس المكان. زي ما احنا شايفين كده، احنا اشتغلنا في اول فراغ غرزة بف واحدة، الفراغ الثاني غرزتين، الفراغ الثالث غرزة واحدة، الفراغ الرابع غرزتين، وهنمشي بنفس النمط لنهاية السطر، غرزة غرزتين غرزة غرزتين لنهاية السطر. احنا كده في الفراغ اللي قبل الاخير اشتغلنا غرزة بف واحدة وخدنا سلسلة. اخر فراغ هنشتغل 2 بف، لفة التانية التالتة الرابعة، ونخرج من ده كله وناخد سلسلة. في نفس المكان، لفة التانية التالتة الرابعة، نخرج من ده كله وناخد سلسلة، ونقفل في أول غرزة بف في السطر بمنزلقة بالشكل ده. احنا دلوقتي هنلاحظ ان التزايد كان في السطر الثاني في كل غرزة، عشان كده ادانا 16 غرزة بف. السطر الثالث التزايد كان في الغرزة رقم 2، في الغرزة رقم 2 اللي هي الأعداد الزوجية في الغرزة رقم 2. السطر اللي بعد كده التزايد هيبقى في ثالث غرزة، التزايد هيبقى في ثالث غرزة. هدخل هنا في الفراغ وياخد منزلقة وارتفع 1 2 3 واشتغل لفة التانية التالتة الرابعة، وياخد سلسلة. الغرزة اللي بعدها الفراغ التاني هيبقى برضو غرزة واحدة، لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. الفراغ التالت هو اللي هيبقى فيه غرزتين بف، لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. في نفس المكان، لفة التانية التالتة الرابعة، واخرج من ده كله وياخد سلسلة. واكرر، هشتغل غرزة بف واحدة غرزة بف واحدة غرزتين في الفراغ التالت، واكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر. احنا كده السطر الاول التاني التالت الرابع، السطر الاول 8 غرز بف، السطر التاني 16 غرزة بف، يعني زودنا عملنا تزايد في كل غرزة، اصبح عندنا 16 غرزة بف في تاني سطر. السطر الثالث التزايد كان في تاني غرزة، تاني غرزة زي ما احنا شايفين اللي هي الفراغات الزوجية. بعد كده السطر الرابع التزايد كان في تالت غرزة، تالت غرزة التزايد كان في تالت غرزة، يعني غرزتين في نفس المكان. السطر الخامس التزايد هيبقى في رابع غرزة، لو انت عايزة تكبري عن كده. انا عندي قطر الدايرة 13 سنتي. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي استفسار بيكتبوا في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.